अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चल रहा है अम्मा पारा का सबक नंबर 20 और आज हम इसमें पढ़ेंगे सूरतुल फज्र, जिसमें 30 आयतें और एक रुकू है। ये सूरत कुछ बड़ी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है। तब आइए अब हम शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر। आयत के ऊपर लाम अलिफ होता है तो वहाँ पे ठहरना या ना ठहरना दोनों जायज़ होता है। तो छोटी छोटी आयत अगर चाहें तो एक सांस में भी पढ़ सकते हैं, यानी आप इस तरह पढ़ सकते हैं वल फजरी वलयालिन अशरिन वशफई वलवतर वललैली इदा यसर वललैली इदा यसर हल फी ज़ालिका قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد। यहाँ पे वक्फ करेंगे तो अलिफ पर ज़बर देकर पढ़ा जाएगा, मिला कर पढ़ेंगे तो दाल लाम में मिलकर पढ़ा जाएगा। التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتأكلون التراث
अकलल लम्मा, अकलल लम्मा। लाम मिलेगा, लाम में अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, फिर लाम मिलेगा मीम में, लाम लाम में, फिर लाम मीम में। وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي यहाँ पे زير देकर पढ़ना होगा ارجعي إلى ربك راضية مرضیہ. میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ جہاں گولتا ہوتا ہے اس جگہ وقف کرنے کی صورت میں ہا بن جاتا ہے، اور اگر وقف نہیں کیا جاتا ہے تو اسے تا ہی پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ وقف ہوگا تو بن جائے گا ہا، جیسے مرضیہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. آئیے ایک مرتبہ رفتار کے ساتھ پڑھا دوں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.